خصائص عديدة تمتاز بها البحرين وتجعلها وجهة مفضلة للسياح الذين يختارون المجيء إلى المملكة لقضاء عطلتهم. الزميلة إيمان شرف رصدت لنا انطباعات عدد من السياح من الدول الخليجية والعربية وعادت بالتقرير التالي. ما أجمل تلك اللحظات التي تعبر عن مشاعر الحب والامتنان والشكر لتلك الأرض التي احتضنت بين ذراعيها كل من يكون قاصدا لأراضيها، سواء كان سائحا أم مقيما. فما كان اليوم إلا أن ننقل لكم ما يكنه السائح من مشاعر حب البحرين وامتنانه لها. ولطالما عرفت البحرين بلؤلؤة وعروس الخليج في عيون من يزورها، حتى اعتبرها الكثيرون وجهة سياحية من أول زيارة لها. أنا أشوف أن السياحة صراحة جدا وصلت إلى مستوى عالي في البحرين، وإن شاء الله قريبا قريبا إن شاء الله من السياحة في البحرين تنافس أو تكون في الصفوف الأولى من دول العالم. البحرين مرة حلوة، فيها أماكن سياحية كثير، فيها في موجود عندهم سياحة كثيرة والطرق نظيفة، وايد نرتاح مرة نرتاح فيها أكثر من يعني أكثر من دول ثانية، نحبها كثير ونحسها دولتنا الثانية يعني من كثر ما مرة محتوينها يعني. أولا يعني كدولة شقيقة يعني نحترمها ونقدرها، ودعم السياحة البحرينية كدعم للدولة السعودية هذا الشيء لا يفرط فيه. لكن الشيء الأكيد أن يعني اهتمام الدولة البحرين مشكورة بالرئاسة أن يعني المجهودات والمشاريع والمهرجانات الموجودة مقامة يعني من ناحية هذا المول، صراحة خدمات تقدم تشكر عليها صراحة، وحنا سعيدين جدا بوجودنا بهذه الدولة العزيزة والتي نسأل الله أن يمد لها الخير والمسرة بإذن الله. وقد تغنى الكثير من السائحين في ذكر البحرين ووصفها بأجمل الأوصاف، وتركت في قلوب الكثيرين ذكرى عزيزة عليهم. اختار كل منهم أن يعبر عن حبه لمملكة البحرين بطريقته، معللين بأنه مهما بلغ الحديث مقصده إلا أنه لا يوفي البحرين حقها. الأسعار مش مبالغ فيها، ثاني شيء في كذا مكان يعني مناسب للعائلات أو للشباب، مثلا أمواج، مثلا العرين، كذا شاليه. البحرين اصلا هي ديرتي الثانيه، وصراحه لما اجي البحرين ارتاح لها نفسيا، وكل مكان اروح كل مكان وين عندك السيف عندك السيتي، يعني ما شاء الله ما شاء الله الادوار فيها هني ما تملين فيها. وغالبا ما تكون الصورة أبلغ من الحديث عن إقبال السائحين لزيارة جميع أرجاء مملكة البحرين، وعلى رأسهم الأشقاء من دول الخليج، لما تميزت به مملكة البحرين من مواقع سياحية جاذبة، إلى جانب الأمن والأمان الذي يميزها بالتفاف شعبها حول قيادته الرشيدة، حيث يعكس ذلك كله وبلا أدنى شك الصورة الحضارية المثالية في عيون زائريها. يا أرض بقلبي والغلاها سوق، شابهت كف عذرة قبل أن تكبر، يا بلاد صغيرة وبمدنها قصور، وبغراها سكننا من زمن ودهرة، والملك فيها طيب ماخذ للشور، من نسل قوم وايل من عصر غجرة، مملكتنا الحبيبة لؤلؤة في خور، كل فرد يحبك والرمل والذرة، ابتعد جسمي اللي من حلاك يفور، والمحبة بقلبي راسخة لو ترى، ما عشقها الجزيرة حاسد مغرور، ما عشقها سوى اللي عاش فيها ودرى فيها أمي ولدتني والدي، والدور والرفاع بوسطها زهرة تثمر. سلامتك. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.